فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترتب على اعتكافه تضيع أولاده في العشر الأواخر، فما حكم اعتكافه حينئذ؟ لا، هذا ضيع أولاده، فعل سنة وترك واجبا، وتربية أولاده وحمايتهم من ما لا يليق فهو ترك واجبا وفعل سنة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقك، الحين بعضهم يروح للمسجد الحرام، يروح من الرياض يقصد العمرة والاعتكاف في المسجد الحرام، ويخلي عياله وبناته في الشوارع ما يدري وين يروحون، هذا مضيع، ما يجوز هذا. البنات يسرح ويمرح الشوارع والمطاعم والعيال ما يدروا، ما يجوز هذا، يضيع الأمانة التي في عنقه ويروح يفعل سنة. نعم.